صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ احمد. انت سمعت اخر خبر؟ لا مش عاوز اسمع. لا استنى بس كده، بيقول لك ان هو مين اللي بيقول لي ده؟ يا سيدي اصبر بس. بيقول لك ان في تعليمات للبنوك بالحجز على اموال المودعين مقابل سداد الضريبه العقاريه. جبت الكلام ده منين؟ مش مهم منين، المهم ان في مصيبه ما يعلم بها الا ربنا. شفت الكلام ده على الفيسبوك وطلع غلط، والمفروض ان الوزاره شغاله على تيسير تحصيل الضريبه من الممولين. طب انت سمعت ان في قرارات حكوميه ملعوبه عشان تقليل المعروض من السكر؟ يا سلام. طبعا، وبعد كده يرفعوا سعره في الاسواق وعلى البطاقات التموينيه كمان. اي كلام برضو، الوزاره نفت وقالت ان في فائض من السكر في الاسواق. بجد والله؟ طب انت تعرف ان هيطبعوا كتب مدارس اللغات باللغه العربيه؟ هو التعليم في بلدنا ناقص؟ مفيش حاجه اسمها كده، دي اشاعه برضو. طب خد عندك التقيله بقى، في زياده تانيه على فواتير الكهرباء. ارحمني بقى، شفت البوست بتاعك على الفيسبوك وسرشت وطلع كل معلوماتك غلط. كفايه اشاعات بقى، حاول تقرا وتسرش قبل ما تنشر وتذيع يا اخي، وارجوك بقى بطل كلمه بيقولك.